استمرار لهبوب رياح البوارح وغبار على السواحل الجنوبية، وهنالك فرصة لزخات أمطار رعدية في المناطق الجنوبية، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذن كما نلاحظ استمرار لهبوب رياح البوارح على المناطق الشمالية من المملكة، وكما نشاهد لخرائط سرعة هبات الرياح الواردة في مركز طقس العرب، يوم الجمعة تبقى رياح البوارح في المناطق الشمالية والمناطق الشمالية الشرقية، وتستمر أيضا مع ساعات نهار يوم السبت. كما نشاهد أن الرياح البوارح تبقى مستمرة مع وجود غبار كثيف، لذلك نود تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة. أما فيما يخص هذه الليلة في العاصمة الرياض، غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 20 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، تكون درجات الحرارة ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس والجمعة، أما ليلا تتراوح درجة الحرارة ما بين 33 إلى 34 درجة في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة. سكاكة 42 إلى 29، في عرعر من 41 إلى 29، في تبوك إلى 26 درجة في ساعات الليل. مكة المكرمة 42 إلى 31، مدينة المنورة 41 إلى 31، في جدة من 39 إلى 31 درجة مئوية، في الطائف من 32 إلى 25 في ساعات الليل. في أبها 32 إلى 21، في الباحة من 29 إلى 22 درجة مئوية، وفي جازان من 36 إلى 33 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام 44 إلى 35، في الإحساء هنالك احتمالية لوجود غبار 48 نهارا إلى 35 ليلا، وفي حفر الباطن من 45 إلى 31 درجة في ساعات الليل. في العاصمة الرياض 45 إلى 33، في بريدة من 44 إلى 32، في حائل من 40 إلى 28 درجة في ساعات الليل. إذن كانت هذه أبرز المعلومات التي وردت لدينا في مركز طقس العرب حول نهاية الأسبوع. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.